الحمد لله اتعملت مسحول كل سليم الحمد لله يا اسامه. يعني النهارده التمرين، انا كنت موجود النهارده في التمرين، الحمد لله في تفاؤل كبير، في معنويات عاليه جدا، والمعنويات مش من النهارده بس، للامانه من بدايه خروج بعثه النادي الاهلي من مطار القاهره، وانا شايف في تركيز، في استعداد، في تحضير لمباراه الدحيل من مصر. يعني شفنا حتى واحنا راكبين في الطياره المحلل الاداء بدا يبعت لكل لعيبه النادي الاهلي فيديوهات على الايباد بتاعه، على التليفون، يبدا يشوف ويبدا يذاكر، فالاستعداد من بدري. النهارده طبعا في تحضير، كان في تحضير فني، كان في كلمات مهمه من مستر موسيماني، معنويات عاليه لمباراه بكره، لكن الحمد لله اللعيبه كلها مستعده لمباراه بكره، باستثناء طبعا الكابتن وليد سليمان. بدر بنون برضو بنطمن جمهور النادي الاهلي، يعني ان شاء الله موجود في مباراه بكره اتمرن مشاكل كويس النهارده، شاركوا الحمد لله حالته حاله جيده جدا، وموجود بكره ان شاء الله. وبدر من اللعيبه الشخصيه كمان، يعني شخصيه النادي الاهلي قبل ما يكون فنيا، واضافه كبيره للنادي الاهلي، فان شاء الله بنطمن بكره جمهور النادي الاهلي، اللعيبه ان شاء الله مستعده، وينقصنا بكره التوفيق، التوفيق مهم جدا. قبل ما نخش في التحليلات الفنيه ورايك في فرصنا والدحيل وكده، لازم من خلال استرجاع ذكرياتك نعرف الفوارق بين اولا مشاهد الثلاثه. انت في 2005 2006 2008 كنت موجود، و8 ما انا قلت كنت موجود. طب ايه الفرق بين كل واحده والثانيه؟ الاول 2005 احنا لما رحنا كانت دي التجربه الاولى لينا، اول نادي بقى في مصر يروح كاس عالم انديه، كان بالنسبه لنا كنا احنا كلاعيبه الاستعداد ان احنا رايحين احتفال، ما كانش الاستعداد على اتم الاستعداد في 2005. الاجواء بالناحيه النفسيه، الناحيه النفسيه الاجواء بالنسبه لنا مختلفه، حتى مستر مانو جوزيه كانت تصريحاته دايما وقتها احنا رايحين نشوف عالم اخر في كره القدم، مدارس اخرى في كره القدم، رايحين نتعلم مش رايحين ننافس. فده كان في 2005. في 2006 بقى الاستعداد كان مختلف تماما، حتى انا فاكر وقتها في 2005 كابتن محمود الخطيب مع اخر مباراه ونهايه المعسكر جمعنا في غرفه في الاوتيل في اليابان، وقال لنا عايزين السنه الجايه نرجع اليابان، عايزين نقدم صوره مختلفه عن النادي الاهلي، صورة مختلفة عن الكرة الأفريقية، ونيجي هنا تاني إن شاء الله اليابان ونحقق حاجة. ده كان الاجتماع اللي حصل معانا في نهاية المعسكر في اليابان في 2005. السنة اللي بعدها لعبنا بطولة أفريقيا وربنا أكرمنا بمباراة الصفاقسي وكسبنا بطولة دوري أبطال أفريقيا، ورحنا بقى اليابان بخبرات مختلفة بقى عن السنة اللي قبلها. استعداد الساعة البيولوجية كابتن عدلي، الساعة البيولوجية دي نقطة مهمة جدا. كان استعداد مختلف بقى عن السنه الاولى، رحنا بدري. كلمنا بقى يعني موضوع الساعه البيولوجيه، الناس بتاخده باستخفاف يعني.